أبو حلقة، بيضحك كتير على الناس وبيستخف بمهاراتهم، لكن محمد عدوي قدر يتغلب عليه؟ يلا نشوف. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سامحني يا محمد أبو حلقة. أستاذ محمد أبو حلقة، تفضل يا سيدي، بس كنت مشغول شوي، عم براكب مواد البث. تفضل. الله يسلمك يا رب. الله يا رب يعطيك العافية. أنا عبد الكريم. عبد الكريم أبو عطية. حياك الله سيد عبد الكريم. الله يحييك ربي. أنا حكيت معك قبل شوي، بس يعني شكله الخط أنت عندك مشغول وكان في مشكلة بالرسالة. والله تفضل تفضل، أنا بسمعك كويس. لا لا، إذا أنت لسه مشغول ما في مشكلة، أنا بحكي معك بوقت ثاني، ما في مشكلة يعني. إذا أنت مشغول تفضل تفضل. حياك الله أخي، تفضل. الله يسلمك يا رب. فبالنسبة للموضوع تبعنا، للإنتاج هذا تاع البرنامج اللي احنا بدنا ننتجه، شايف كيف؟ فما بعرف شو رأيك أنت في الموضوع؟ والله بيشرفنا أستاذي، يعني احنا طبعا بنشرف نتعامل مع ناس طيبين مثلك. طيب انت ايش الفكره اللي عندك؟ ايش الموضوع اللي انت حاب يعني ترعاه او حاب تقدمه؟ الفكره انا بدي اياها يعني تيجي منك، شايف كيف؟ انا انت بتعرف يا عمي انا ما عندي يعني خبره كثير في الموضوع يعني هذا، فحاب انه انت اللي تكون المشرف، شايف، على هالموضوع، شايف كيف؟ وبدي يعني منك يعني الافكار الحلوه الطيبه، شايف كيف؟ انا قلت لك بدي اياه يعني برنامج يكون شامل عامل، شايف كيف؟ على كل عامل شيء. كيف يعني عامل؟ لحظه بس، لا يعني انا شامل. فهمت انا. يعني عام يعني انا قصدي عام يعني. الان انت مثلا حاب البرنامج يكون فني، حاب يكون دعوي ديني، ولا حاب يكون حواري؟ يعني ممكن انه يعني زي ما انا قلت لك يكون شبابي رياضي ثقافي محوري. لحظه سيبك من اساليبك، محوري يعني في مجال للتحاور، شايف كيف؟ مع الناس، مع حواري. قصدك حواري؟ نعم. معلش يا بنيه، ما هو يعني كبر السن، ما هو انت عارف. الله يا رب يديم الصحه لنا وعليك. الله يسلمك يا رب. ضروري نقعد احنا مع بعض وندردش حول الموضوع. ضروري يعني اكيد بدنا لازم نقعد، بس انا بدي منك يعني تعطيني الافكار اللي خطرت ببالك، شايف كيف؟ بس نقطه كثير مهمه. الان اي برنامج طبعا، هلا انت حاب تكون مثلا منتج منفذ ولا راعي، ولا حاب تكون انت مثلا يعني ايش اللي انت حاب تكون في البرنامج عشان برضو انا اعرف ايش التواصل؟ لا انا يعني كيف راعي؟ موضوع راعي يعني انت بتدفع الفلوس وشركة الانتاج اللي هي بتنفذ الموضوع، وطبعا ضمن اشرافك ورؤيتك واللي انت بتتابعه. طب في ستونسر؟ بالضبط، هو نفسه هذا ستونسر. نعم. ستونسر يعني ان انا هدفع مصاري والرعاية مني. طب مش مشكلة، اوكي. نعم. وطب توقعك يعني لو سوينا احنا هالبرنامج، سويناه 30 حلقة، قديش بدي ادفع مصاري؟ يعني قبل ما نحدد كم المبلغ، خلينا نعرف اول شيء كم مدة الحلقة. يعني اول شيء انت بدك اياه رياضي ولا بدك اياه مثلا لا لا يا حبيبي، لا انا بدي اياه شامل كامل، يعني يكون كل شيء فيه، شايف كيف؟ يعني بدك يكون اكثر من فقرة. يعني ممكن احنا مرة نحكي عن الشباب والرياضة، عن الثقافة، فرفشة، نحكي نكت يكون فيها ضحك، شايف كيف؟ ويضحكوا الشباب. لحظة بس، هذا يعني فرفشة قصدك؟ يعني مثلا يكون برنامج يعني فكاهي، قصدك كوميدي؟ يعني ممكن انه زي ما تقول سيبك من اساليبك، ما بصيرش نحكي نكت؟ يعني زي مرة واحد لف اللف انطعج، شايف كيف؟ ما مزح معك يا ابني، ما مزح معك. لا المشكلة أنا مشغول شوي، مش كثير يا زلمة. هو يعني الشغل يعني بده، ما راح يخلص الشغل، ما راح يخلص، شايف كيف؟ وهينا اشتغلنا وكبرنا وصار معنا مصاري والحمد لله، شايف كيف؟ الله يبارك لك. وربناكم في المدارس وطلعناكم على الجامعات وطلعتوا مشدين، شايف كيف؟ وصرنا نحكي معكم وتقول لنا احنا مشغولين يا عمي، احنا مشغولين. الوالد عفوا مين مع الوالد؟ ايش؟ سيبك من اساليبك، سيبك. خلينا ندخل بما انك انت يعني كثير حكي بتكرر لي موضوع المصاري، خلينا ندخل على موضوع المصاري. يعني طيب. تقريبا انت كم حاط بادجت مالي للموضوع او ايش اللي في بالك يعني اساس انه برضو انا اكون يعني متعاطي مع الفكره صح؟ طب انت قديش انت بدك مصاري؟ انا بديش شيء. انت ايه البرنامج اللي بده ببلاش؟ انت بتشتغل معي؟ انا ايش بدي والله
والله شكلك انت معك مصاري كمان. انا بحب الناس اللي معها مصاري جد جد يا ابني. انا بحب الناس اللي يعني معها مصاري، وبكون يعني كثير مبسوط يعني لما بحكي مع واحد زيي معاه مصاري. طيب توقعك لو احنا قلنا انه يعني هالبرنامج انا بدي اياه 30 حلقة، شايف كيف؟ وكل حلقة خليها تكون يعني قول تكون 3 ساعات. كم؟ 3 ساعات. ساعة عن الشباب، وساعة بدنا نحكي فيها عن الضحك، بدنا نحكي فيها عن الضحك، وساعة مش برنامج. ما انا بدفع يا حبيبي، يا حبيبي انا اسف المقاطعة، بس الموضوع مش موضوع 3 ساعات و6 ساعات و24 ساعة عمي. الفكرة انه الان هذه قنوات، انت اول شيء مثلا في البرنامج عندنا حصري على قناه محبوب مثلا، ولا ايش الفكره؟ والله انا ما بعرف، انا في القنوات شايف هاي اللي بدك اياه، انا جاهز، انا ما عندي مشكله. طيب. يعني اي قناه يعني ما في الموضوع اساسا مثلا تبث على قناه واحده او بس انت اكثر من قناه بالاشياء، انا بدي رايك انت كسبونسر. لا انا ممكن انه اذا كان هالبرنامج حلاوه، شايف كيف خفيف دم، ليش ما ننشره؟ ليش ما ننشره على أكثر من قناة؟ شايف كيف؟ دام في مصاري، أنا معي مصاري وأنت معك مصاري، ما إيه معناته الموضوع هيطلع حلو. أنا حشتغل وأنت حتدفع المصاري، صح؟ أكتغط ناحية ولا لا؟ طب ليش؟ طب ما أنت معك مصاري، ما تدفع معي. أنا المصاري اللي معي يعني مش لي، فاهم علي؟ إيه؟ بتدينهم؟ لا والله مش بتدينهم كمان. ماخذ قرض من البنك؟ بسدوا عنك، بسدوا عنك، الأمور الربوية أنا بنشتغل فيها. لا بسدوا عنك. البرنامج كم ساعة ممكن يكون في اليوم؟ قلت لك أنا بدي حبيبي، أنا قلت لك أنا بدي برنامج شبابي رياضي ثقافي محوري. سيبك من أساليبك، سيبك. كم أنت حاب تدفع أو كم حاط ببالك؟ يعني أنت هسه تحكي لي بعد شوي 1000 دينار بدي أكمل برنامج، ممكن إنه يعني نستضيفك لنا بالمكتب مثلا. ده يا زلمة، أنت حط واحد وحط جنبه 6 أصفار، شو بدك كمان؟ لرسولي مثلاً يعني ولا؟ لرسولي؟ الله لا يا ابني، الله يسامحك، أنا صار لي ساعة أنا بحكي معك بالشغل وأنت بتفكرني قاعد بمزح، الله يسامحك. لا عمي لا يعني يا ابني، يا ابني أنا لما حكيت مع الأستاذ أسامة مطلق، أوكي، قلت له بدي واحد يفهم في البرامج وهذا، لما رشح أول اسم أنت. يا سيدي انا قلت لك انا بتشرف اول شيء اشتغل مع الناس طيبين، سالف اكثر الاستاذ اسامه، بس هذا الكلام يعني ما بمانع انه بده انا اسال عليك انت ايش الكلام السالف. ما هو رشحك. طيب طب انت من وين؟ انا شايفك بتحكي بالكال، لنكون قرايب انا وياك. لنكون قرايب انا وياك، انت بتحكي بالكال وكلنا وهيك وهذا، يعني انت من وين؟ سيدي كل الناس خير وبركه. لا بالله عليك انت من وين؟ من وين؟ انا حاب اعرف. انا مسلم. مسلم وانا مسلم، يعني احنا بنفس البلد. الحمد لله. يا سيدي الحمد لله. طيب انت من وين؟ انا؟ نعم انا مسلم زيك. أنا من نفس البلد، شفت كيف؟ الحمد لله. أنا بيهمني الفلوس اللي بتشتغل فيها تكون يعني حلال 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 حلال، قسما بالله حلال. حلال عليك. لا والله حلال، والله حلال يا ابني، الله الله يخليك مكبوك يا رب. إيه؟ ما بنفعش يعني، إحنا ممكن يوم نستضيف لاعب كرة سلة، شايف كيف؟ ويوم نجيبك انت كمان تكون ضيف، شو يعني؟ طيب انت معد البرنامج ومجهزه يعني، خلص خلي موضوع الاعداد عندك لا يا زلمه، انا بعرف اعد، انا يا دوب انا بقترح لك بس اللي بدك اياه هو راح يمشي، يعني انا مش راح اتدخل في شيء. الله يحفظك، شايف الله يبارك فيك. ليش؟ لانه دائما بيقول لك اعطي الخبز لخبازه لو حرق نصه، صح ولا لا؟ لا لو اكل نصه لو لو اكل نصه، شايف كيف؟ حدد لي الان ايش البرنامج اللي بدك اياه عشان بناء عليه احدد انا ايش بده، مثلا معدين، مقدم برنامج، اقتصادي، شبابي، رياضي، ثقافي، محوري. سيبك من اساليبك، يا سيدي خلاص انا متفق انا وياك، ومتى بتحب اجي اشوفك؟ والله متى بناسبك عمي، انا بالنسبه لي مثلا لو قلنا بكره الظهر بعد صلاه المغرب، كويس؟ كويس خلاص ان شاء الله بجيك، شايف كيف؟ وشوف يا استاذ محمد ابو حلقه، انا كنت مستضيفك في حلقه، اوكي، على عملنا فيك مقلب على التليفون، شايف كيف؟ واللي سواه فيك اسامه
شايف كيف؟ واللي نفذوا فيك محمد عدوي من قناة كراميش يا حبيبي، يا محمد أبو حلقة ويا حبيبي، وقدرتك مصاري؟ مش مصاري يعني خلاص؟ لا في مصاري. دوشتك ها؟ برنامج شبابي رياضي ثقافي محمود ها؟ عدوي مسحة كل القصة وغير الضحك ما إلك فرصة يعني بده يضبط المشروع. سيبك من أساليب.